عايز اطمنك ايضا على الحاله الفنيه، الحاله الطبيه. طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ في جلسه سريعه جمعت ما بينه وما بين مستر مارسيل كولر، حاول ان هو يطمن برضه على كافه الامور من ملاعب التدريب من كافه هذه الامور. فاروق، بما انك بتتكلم عن مارسيل كولر، على حاله اللعب طمنا برضو على مارسيل كولر. اول مباراه يعني امام نادي الزمالك، نفس الكلام ايضا ان هو اول مباراه، او اول مباراه ببطوله كمان، شايفه عامل ازاي؟ هل في هناك تغير عن الفتره اللي فاتت؟ انت دايما بتكون موجود مع الفريق. يعني خليني اقول لك كابتن اسلام، مستر مارسيل كولر واحد من المدربين اللي يعني المنظم جدا، بيركز على تفاصيل في غايه الاهميه. مستر مارسيل كولر كان مقسم المرحله الماضيه باللقاءين، الاتحاد المنستيري قفل ملف الافريقي، فتح ملف الدوري، خاض لقاءين امام الاسماعيلي، امام اسوان، حقق الانتصار في هذه المباراتين. عقب انتهاء مباراه اسوان بدا مستر مارسيل كولر التحضير لمباراه الزمالك. خليني اقول لك ان في جلسات جمعت ما بينه وما بين ياسين المكاري، طبعا اتفرج وتابع اداء نادي الزمالك في الاربع مباريات اللي خاضهم في الادوار التمهيديه لدوري ابطال افريقيا، وايضا اللقاءين اللي خاضهم امام سموحه وامام سيراميكا للوقوف على كافه التفاصيل. خلال تواجده في الطائره طبعا الاستخدام يعني احد الاجهزه الالكترونيه طبعا لمتابعه كافه التدريبات او كافه الامور او مباريات النادي الزمالك، بعض الفيديوهات مجمعها مستر مارسيل كولر للوقوف على نقاط القوه والضعف. الفارق معاه جدا ان المباراه بطوله، هو عايز يبقى اول يعني بدايه الموسم طبعا، وتبقى الحاجات دي بتبقى مؤثره جدا مع المدرب او مع الجمهور ان هي تكون ببطوله. من الحاجات المهمه جدا اللي هو مستر مارسيل كولر بيركز عليها موضوع ركلات الترجيح يا كابتن اسلام. يعني كنا بنتكلم في هذا الامر ان ركلات الترجيح، ان النادي الاهلي خلال يعني تابع هو طبعا سجل البطوله كاس السوبر، وان النادي الاهلي متوج ب 11 بطوله كاس السوبر، وشاف ان الاهلي فقد يعني بطوله السوبر في اكثر من مناسبه عن طريق ركلات الترجيح. والامور اللي هيشتغل عليها طبعا التركيز ان انا انهاء المباراه خلال ال 90 دقيقه، وايضا هيفرض وقت ايضا لركلات الترجيح في التدريبات القادمه باذن الله. لكن الثقه اللي احنا شايفينها في مستر مارسيل كولر منعكسه على اللاعبين، ان شاء الله تتوج ان شاء الله كابتن اسلام بالفوز بالكاس ان شاء الله والعوده الى القاهره، والنادي الاهلي متوج بالكاس السوبر رقم 12 باذن الله. يا رب ان شاء الله. اخيرا طمني على حاله المصابين جميعا. اقدر اطمنك طبعا اللي يعني اللي لم يتواجد طبعا مع بعثه فريق النادي الاهلي اليو ديانج، اللي طبعا اللي اصابته بشد في العضله الخلفيه. طبعا زي ما قلنا او تم توضيح هذا الامر ان فتره الغياب اليو ديانج هتبقى ما بين اسبوعين لثلاث اسابيع. طبعا انضم لبعثه النادي الاهلي بديلا لاليو ديانج احمد نبيل كوكا، لاعب النادي الاهلي والمنتخب الاولمبي اللي تم الالتحاق ببعثه فريق النادي الاهلي اليوم. محمد عبد المنعم برضو عايز اطمن حضرتك عليه يا كابتن اسلام، محمد عبد المنعم كان اشتكى طبعا من الالتحام في الانف، ويعني حدوث اصابه ليه في الانف، لكن دي لن تعيقه ان شاء الله عن اداء المباراه. طمنا من الدكتور احمد ابو عبله، طمنا ايضا من محمد عبد المنعم جاهز ان شاء الله لهذه المباراه، واحد من الاوراق المهمه. عايز برضه يا كابتن اسلام اطمنك على اوضه اللبس، الكابتن محمد الشناوي، الكابتن ايمن اشرف، واحاديثهم المستمره مع اللاعبين عمرو السليه، حمدي فتحي، دور كباتن النادي الاهلي في تحفيز وخلق دوافع للعب النادي الاهلي، الامور الطبيه، الامور الفنيه ان شاء الله كلها على افضل ما يكون ان شاء الله. كابتن اسلام بطوله ان شاء الله تكون مهمه باذن الله وتضاف لبطولات النادي الاهلي. طيب اعلاميا الامور عامله ازاي في الامارات؟ يعني اهتمام اعلامي كبير جدا بالفعل يا كابتن اسلام، اللي لامسينه منه لدى وصول النادي الاهلي. يعني كان ليا حديث مع بعض وسائل الاعلام، قال يعني احنا منتظرين قدوم النادي الاهلي منذ يعني الاعلان ان استضافه الاستاد عز الدعاء بن زايد، او استضافه الامارات لكاس السوبر ليه النسختين، نسخه هذا العام والنسخه القادمه باذن الله. اهتمام اعلامي دايما، قيمه النادي الاهلي هي بتصنع الحدث يا كابتن اسلام. نعم. يعني وجود قيمه النادي الاهلي، الجميع بيتكلم على قيمه النادي الاهلي، الجميع بيعي تماما. وعايز اقول لك يا كابتن اسلام، النادي الاهلي واحد يعني بيتمتع بشعبيه كبيره جدا هنا من الاوساط في الامارات، من وسائل الاعلام، من الجماهير. عايز اطمنك ايضا ان يعني قابلنا خلال تواجدنا في مقر اقامه فريق النادي الاهلي بعض جماهير النادي الاهلي مش من الامارات فقط يا كابتن اسلام، في جماهير قادمه من السعوديه، من الكويت، من قطر، من البحرين، من عمان. الجميع بيتوافد على الامارات العربيه المتحده لمسانده ومؤازره النادي الاهلي. الجميع جاي يعني موجود في الامارات ان احنا ساند النادي الاهلي، ان احنا نوصل رساله ان جمهور النادي الاهلي في كل مكان هو دايما اللي بيرسم عباره التحدي. جمهور النادي الاهلي في كل مكان بيكون هو بدايه الانطلاق والوصول الى البطولات باذن الله.
يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي، ولو طبعا حصل حاجة خلال الساعتين القادمتين احنا موجودين على الهواء لو في أي حاجة جديدة تقدر تقولها لنا. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح من الإمارات. زي ما حضراتكم شايفين بنحاول دايما نقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل فيه مع بعثة النادي الأهلي.